ماذا بعد تصريح محافظي شبوة الذي كشف فيه عن صرف الإمارات أموالا ضخمة لزعزعة الأمن في المحافظة؟ وماذا بعد انقلاب كتيبة عسكرية في سقطرى وإعلان ولائها للانتقال؟ لماذا يسعى التحالف إلى تقويض حضور الشرعية فيما تبقى من مناطقها؟ أهلا بكم. على مدى يومين من تمرد مدعوم من الإمارات في سقطرى وتصريح غاضب لمحافظ شبوة حول الأموال الضخمة للإمارات التي تصرف في شبوة لزعزعة أمن المحافظة ودعم مشاريع الفوضى والتخريب، ليست هذه المرة الأولى التي يرفع فيها مسؤولون في الشرعية أصواتهم ضد الأجندات الاحتلالية للتحالف. فقد سبق وتحدث الميسري والجبواني وجباري وبن عدو ورمزي محروس في وقت سابق، ومنها ما كان على شكل مذكرات رسمية أمام قيادة الشرعية ووسائل الإعلام. إلى أي مدى يستطيع رجال الشرعية الصمود أمام مخططات الرياض وأبو ظبي التفتيتية في البلاد؟ ولماذا يسعى التحالف بكل ما أوتي من إمكانيات لضرب آخر ما تبقى للشرعية من حضور في بعض المحافظات؟ وكيف تحول التحالف من حليف إلى خصم ينافس ميليشيا الحوثي في ملشنة البلاد وقضم مشروع الدولة اليمنية الاتحادية؟ في سقطرى البعيدة عن جغرافيا الصراع المسلح، يحضر اسم الإمارات مجددا في تمرد عسكري تقوده إحدى كتائب اللواء الأول مشاة بحري بإعلانها الولاء للمجلس الانتقالي الجنوبي. قيادة اللواء أعلنت عزل قادة الكتيبة كإجراء أولي يتبعه عدة إجراءات لإنهاء التمرد بما فيه التدخل عسكريا حسب بيان صادر عن قيادة اللواء، إلا أن الوضع هناك يبقى مرشحا للتصعيد. بالتوازي تواصل الإمارات عبر أذرعها المحلية تعكير أجواء الاستقرار في شبوة وإعاقة خطط السلطة المحلية في تطبيع الخدمات وتنميتها. لا يكاد يمر أسبوع تقريبا دون أن تشهد المحافظة حدثا أمنيا أو عسكريا يستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية عبر أشخاص موالين للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. محافظ شبوة محمد بن عدو اتهم الإمارات بتمويل الفوضى واستغلال حاجة الناس للزج بهم وبالمحافظة في صراع ستكون هي الرابح الوحيد فيه، وفي حين يبقى اتفاق الرياض معلقا منذ نحو 3 أشهر، تستمر أبو ظبي وأذرعها المحلية في عرقلة تنفيذه ومحاولة فرض أمر واقع في عدد من المحافظات، وتستمر السلطة الشرعية في انتظار إيفاء حلفائها المفترضين بوعودهم. أكثر من مرة بعث محافظو شبوة وسقطرى مذكرات لرئاسة الجمهورية عن الدور الإماراتي في دعم مخططات العنف والفوضى في المحافظتين، إلا أن الصمت كان هو السائد من قبل الحكومة والرئاسة، ليبقى السؤال قائما: ما الذي تفعله شرعية لا تدافع عن نفسها؟ وكيف يمكن الاستمرار في مواجهة هذه المخططات دون دعمها؟ الرياض كالعادة تختبئ خلف البيانات ذات النغمة الدائمة المؤكدة على دعمها للشرعية، إلا أن وضعها كراعية لاتفاق الرياض وعدم قدرتها على فرضه أو وقف المخططات الإماراتية يضعها في موضع الاتهام، وهو أمر لم تعد تكترث له تقريبا في ظل هذا الصمت من قبل الشرعية المعني الأول بكل ما يجري. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. لو تحدثنا بداية حول التصريح الذي تحدث به محافظ شبوة وكشف فيه عن صرف الإمارات لأموال ضخمة لزعزعة أمن محافظة شبوة، كيف تعلق عليه؟ بالنسبة لتصريح المحافظ، الجميع يعرف أن شبوة وسقطرى باعتبارها أطراف في الجغرافيا الجنوبية، علينا أن نعتبر أن سقطرى وشبوة هي التي كانت مستهدفة منذ البدء، الاستهداف منذ البدء، لأن شبوة مرتبطة وسقطرى مرتبطة بالهدف للتحالف الثنائي الاستراتيجي، وهي الهدف النهائي للتحالف الثنائي الإماراتي السعودي، بحيث أن هناك مشروع القرن الذي
بيتم انخلاء مد انابيب النفط من السعوديه الى بحر العرب، وهناك ايضا السيطره على سوق قطره في اطار السيطره على مشروع موانئ دبي. وبالتالي هذا المشروعين شبوه وسوق قطره يتطلب كان في البدء عنصرين: اضعاف السلطه الشرعيه وابقاء خارج الجغرافيا. العنصر الثاني يتطلب ان تكون مركز او العاصمه المؤقته خارج سلطة الدولة أو السلطة الشرعية. وبالتالي نحن اليمنيين نركز، كنا نعتقد أن الهدف هو عدن، وبالتالي استعابة عدن. لا، الإضعاف السلطة الشرعية في عدن وعدم قدرتها على الوجود في عدن وإضعاف إدارتها الحياة اليومية وإيجاد رفض شعبي للسلطة الشرعية كان الهدف منه شبوة وسوق قطرة. بالتالي نحن الآن أمام مخرجات السياسة السعودية الإماراتية. الهدف كان سوق قطرة وشبوة، وبالتالي عدن تم إحلال المجلس الانتقالي كسلطة بديلة عن السلطة الشرعية، وبالتالي تم إضعاف السلطة الشرعية فيها. الآن انتقلنا إلى الهدف الرئيس لدول التحالف، والدليل على ذلك سأثبت لك ذلك. يتزامن مع هذه السيطرة الحوار السري بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، لأن هناك تحقيق للأهداف أو قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الأهداف السعودية الإماراتية، بحيث أن السعودية تسيطر على أو تفرض هيمنتها على شبوة وعلى أنبوب النفط والذي يمتد إلى بحر العرب، والإمارات تسيطر وتهيمن على الممرات البحرية باعتبار أن عدن يمكن أن تبقى تحت سيطرة المجلس الانتقالي. وبالتالي نحن الآن نفتح صفحة جديدة للحوار بين المناطق الشمالية والمتعلقة بفتح مطار صنعاء وباعتماد الحوثيين كفاعل رئيسي في المناطق الشمالية، تمهيداً لمعركة طويلة واستنزاف طويل بين الحوثيين وما يسمى بجماعة الإسلام السياسي المتمثلة في تجمع من الإصلاح، وكذلك بالحامل الوطني للمشروع الجمهوري. نحن أمام يعني ما يسمى ب يعني مرحلة الحصاد، لذلك نحن كنا نتوقع أن الخليجيين أو السعودية والإمارات أن الهدف عدن. لا، إضعاف عدن كان تمهيد للمرحلة الحالية. نعم، ألم تعلن الإمارات أنها انسحبت منذ 6 أشهر تقريبا؟ ماذا بعد؟ ما الذي تريده؟ الإمارات لن تنسحب، الإمارات أعلنت الانسحاب حتى لا تتحمل تبعات، لأنها أعلنت الانسحاب شكليا لكنها تركت السلاح، تقدم الدعم، التمويل، الدعم الإعلامي للجماعات الانفصالية في المناطق الجنوبية، ولكنها كانت أمام ضغطين. كان هناك حادثة خاشقجي وكان هناك ضغط دولي لعدم مدها بالسلاح. هي وظفت بمعنى أنها أنسحبت إعلاميا بمعنى حتى لا تتحمل المسؤولية، ولكن بعد الانسحاب تم الانقلاب على السلطة، ولكنها عند المراحل الخطيرة قصفت الجيش الوطني واستهدفت القوات الشرعية حتى تثبت الجماعات الموالية لها. لذلك الإمارات لم تنسحب، الإمارات حتى عندما انسحبت أسلحتها، حتى لو سمحت لي بس أسأل، الإمارات سلمت السلاح للمجلس الانتقالي وللأحزمة باعتبار أن تلك الأسلحة تم سحبها، بينما هي هذه الأسلحة وهذه القوات هي موجودة في الداخل اليمني. بالتالي كانوا يعلنون أنهم انسحبوا وسحبوا القوات، بينما لم تنسحب، هي عمليات تمويه. السلاح تم تهريبه إلى الضالع وإلى الأماكن الموالية للمجلس الانتقالي. الإمارات لن تنسحب هذه التصريفات. نحن حتى الآن بحاجة إلى أن نجد نخبة وطنية في الداخل تستطيع أن تجد مشروعا وطنيا. الإمارات لن تنسحب ولن تنسحب. الإمارات الآن تستثمر وتجني
ما قدمته، والآن ما يحدث في سقطرة وشبوة هو الحصاد لتدخل السعودي الإماراتي، وليس يعني هناك من يقول يعني إذا كان في علم الاجتماع يقال تفجير الأطراف للسيطرة على المركز، لا، هذه ليس أطراف، شبوة وسقطرة ليست أطراف، شبوة وسقطرة أهداف تم فيها العبث في المركز في عدن وفي ما يسمى في الحضر أو المركز الحضاري للمناطق الجنوبية، وكنا نعتقد أن هذا الاستهداف يستهدف عدن، لا، منذ البداية الهدف كان هو سقطرة وشبوة، لأن عدن هي هدف غربي أمريكي، لذلك سيتم يعني هناك توزيع مصالح، ميناء عدن سيكون استثمار دولي ومصالح دولية، سقطرة شبوة مصالح إماراتية سعودية. نعم، وبالحديث عن سقطرة دكتور دعنا نستضيف معنا الشيخ عيسى بن ياقوت شيخ مشايخ سقطرة عبر الهاتف. مساء الخير شيخ عيسى. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير والمشاهدين الكرام. أهلا بك. للإطلاع على الأوضاع في سقطرة شيخ عيسى، كيف تعلق على تمرد كتيبة حرس الشواطئ في سقطرة، وكيف تعاملت السلطات الرسمية معها؟ نعم، أولا من ناحية كتيبة سقطرة، نعم هناك عناصر وليس كتيبة بأكملها، وإنما عناصر معدودة الأصابع من كتيبة الشواطئ رفعوا علم الانتقالي ونزلوا علم الدولة أو علم الشرعية. هؤلاء هم إخواننا وأبناءنا، ولكن مغرر بهم من المجلس الانتقالي الذي يلعب دورا مهما في جزيرة سقطرة ليغرر بهؤلاء المساكين ببضع من الدراهم لكي يعملوا هذا العمل. ولكن احنا تواصلنا مع احد الأخوة هناك من ضمن هؤلاء الأخوة، والحمد لله انه تراجعوا، وبعض منهم تراجعوا وتأسفوا لنا من اللي عملوه، ونحن نقبلهم كأخوة لنا، وان شاء الله سيردون الى طريقهم الصحيح والى دولتهم الشرعية ان شاء الله. إذن هل الحكومة تقوم بدورها في تثبيت الأمن والاستقرار شيخ عيسى في جزيرة سقطرة؟ هل تجد ذلك؟ دعيني أول أعطيك عن المجلس الانتقالي. عفوا، نعم. قبل هذه السؤال، المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي عندنا في سقطرة وفي عدن وفي شبوة نلاحظ عليه أنه يخطو على خطى الحوثي، بحيث يستفيد من الاتفاقيات من خلال تمكين نفسه على الأرض والسيطرة على مقدرات الدولة في ظل ضعف الشرعية وتراخي التحالف أو المملكة السعودية إن لم يكن تماهي مع الوضع. الحالة التي يراد لليمن هي حالة الضعف والتشظي والانقسام واللا دولة، وهناك من يسوق اليمن في هذه الوقت الى الاتجاه او ان يعتقد ان هذا يصب في صالحه، بينما نعتقد ان السحر سينقلب على الساحر ان شاء الله. فمعناه اليمن وانقسامه وتشظيه ستلقى بضلالها على المنطقه لا شك. نعم، وربما السعوديه ستكون هي اول المتضررين، لكن نعم. يعني أسألك عن ما هو رد فعل السعودية على هذا التمرد، يعني ما هو موقعها بحسب متابعتك للأحداث؟ حقيقة نحن ننتظر من المملكة السعودية كهي المسؤولة في هذه الجانب أن يكون لها ردع أو يكون لها شيء من 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 من, من, من حتى من الإعلان عن هذه الفوضى اللي تحصل في سقطرة وفي شبوة. ولكن للأسف الشديد أن المملكة السعودية إلى الآن لن تعلن عن أي شيء ولن تبدي بخطوات إيجابية في هذه الجانب. نعم، إذن لو سألتك عن موقف أبناء سقطرة من هذا التمرد، يعني ومن طبيعة التدخل الإماراتي بشكل عام في سقطرة. طبعا أبناء سقطرة بشكل عام من مشايخها ووجهائها وعقالها
لن يرضوا باللي حصل أمس في سقطرى، ولن يرضوا باللي يعمل الانتقالي في سقطرى. حقيقة هناك خطوات عملها الانتقالي أو بما يسمى الحزام الأمني، حتى اليوم وصلتني معلومة من بعض الأخوة أنه عمل على قطع الطريق المؤدي إلى الميناء، وهذا حقيقة السلطة في سقطرى ممثلة بالأخ المحافظ رمزي بن محروس قد عمل بيان أمس وقد أمهلهم لمدة 24 ساعة لكي يرجعوا عن هذا الأمور التي يرتبوها ويعملوها. وطبعا هذا نحن نعلم أنه بدعم من الأخوة في الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن نحن سنقول لهم أننا نحن كأبناء سقطرى وكمشايخ سقطرى لن نسكت عن كل ما يحدث في سقطرى، وسنأخذ كل من هو يريد أن يخرج عن إطار الدولة وعن مؤسسات الدولة إن كان في سقطرى أو غير سقطرى، فنقول إن شاء الله مؤسسات الدولة ستأخذ الإجراء التام بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك شيخ عيسى بن ياقوت شيخ مشايخ سقطرى، كنت معنا عبر الهاتف. ولو سألتك الدكتور عبد الباقي، يعني كيف تفسر ما حدث في سقطرى من تمرد كتيبة حرس الشواطئ وإعلان ولائها للانتقالي المدعوم من الإمارات؟ هذا كان من الطبيعي جدا، لأن كما تعلمين أن هناك مشروع تجفيف مصادر التمويل للسلطة الشرعية، بحيث أنه تم إيقاف استغلال موارد النفط للشعب للسلطة الشرعية، تم إيقاف كل الموارد التي يمكن للسلطة الشرعية أن تمارس إدارتها الحياة اليومية. هذا يعني أن السلطة الشرعية تحتاج إلى المملكة العربية السعودية والإمارات في دفع المرتبات، في تقديم المساعدات. هذا التجفيف واضح، لأن عندما تريد أن تفقد سلطة شرعية قد ما يسمى بالاقتدار السياسي والاقتدار على ممارسة السيادة، يفقدها القدرة على حماية المواطنين، وهذا واضح من خلال هذا تعميم الإرهاب ولا أمن، ويفقدها القدرة على تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي. ولذلك تم إضعاف السلطة الشرعية، تم تجفيف مواردها، ومن هنا أصبحت السلطة الشرعية غير قادرة. ولهذا هنا أنا أؤكد لك أن عدم تسليم المرتبات بشكل منتظم للجيش، هذا يجعل الإمارات والسعودية تدفع مرتبات لهؤلاء، لأنه اتضح أن هذه الجماعات أو الكتائب ليس، يعني إذا السلطة الشرعية قدمت لهم المرتبات وقدمت التعب ستستطيع أن تهيمن عليهم، لأنهم هؤلاء في انعدام بوصلة. ليس هم هذه الجماعات ليست موالية للإمارات ولا السعودية، هذه الجماعات العسكرية هي محتاجة إلى تقديم الدعم المادي وإلى تقديم لها المساعدات لإدارة الحياة اليومية، لأن هذه الجماعات ليست عقائدية. الحزام الأمني والنخب الحضرمية ليست جماعات عقائدية وطنية، بمعنى لم يتم تعبيتها باعتبارها جيش وطني يحمي السيادة حتى لو مات دون أن العمالة. هذه جماعات منذ البداية كانت عميلة. الميليشيات والأحزمة جماعات أسست كمرتزقة، وبالتالي يمكن لهذه الجماعات أن تغير ولاءها بين لحظة وأخرى لمن يدفع أكثر. الجيش الوطني فقط هو الذي يستطيع أن يدافع عن الوطن بغض النظر عن من يدفع التمويل، لأن هذا موقف وطني. هذه جماعات حديثة، عشان حتى نحول جماعات إلى تخلق لديها ما يسمى بالعقيدة الوطنية، هذا يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى تعبية. لكن منذ البداية الأحزمة والنخب جماعات تم شرائها، جماعات مرتزقة، جماعات ترفع العلم الإماراتي على حساب العلم اليمني، ومن هنا نتوقع مثل هذا السلوك. لكن دعيني أقول لك أنا لم أصدم من هذا، لم أصدم، ولا هذا يعتبر بصدمة، لأن هذا طبيعي، لأن هذه جماعات
تم تجنيدها وفقا للحاجة، وفقا لمشروع لمزاج نفسي مضطرب في المناطق الجنوبية. الذي يؤلمني الآن والذي أريد أن أوصله للنخب السياسية أن عدن ليس هي الهدف، وأكرر ذلك، عدن الهدف سوقطرة وشبوة، ولذلك سوقطرة وشبوة الآن هي مستهدفة، لأن عدن يمكن أن تكون محل حوار، يمكن أن يأتي غريفيتس ويضع مشروع لتسوية المناطق الجنوبية، لكن بعد أن تكون سوقطرة وشبوة قد أصبحت تحت هيمنة الإمارات والسعودية، لأن السعودية لا تريد عدن ولا تريد شبوة، والإمارات تريد سوقطرة، وبالتالي الآن هم يخططون للسيطرة على ذلك. لذلك إنه علينا التركيز حتى الآن، نحن وأنا أتحدث عن الشيخ في سوقطرة يتحدث عن السعودية، يا جماعة علينا أن نتحلى بالوضوح، السعودية طرف يستهدم الشعب اليمني، السعودية اغتالت الشعب اليمني، لماذا هذا لماذا التخفي؟ يعني ليش نقول أن السعودية والإمارات أشقاء وأنهم جاءوا للتحالف؟ علينا الوضوح، هذا الوضوح يتطلب عنصر، يتطلب أنه على النخب السياسية والحركة الوطنية في الداخل اليمني أن تتحمل المسؤولية كما كان الزبيري والنعمان، وأن تعتمد على تمويلها لتحرير الوطن وللدفاع عن تطلعاته، لا نعتمد على عبد الرب منصور، هذه خارج التغطية، خارج المرحلة الوطنية، تحت الهيمنة السعودية. الأحزاب السياسية أصبحت أيضا ليست محل ثقتنا، الآن كيف يمكن أن ندافع عن الوطن اليمني بأن لا ننتظر من السعودية ولا نجامل السعودية بالحديث؟ إنه أنا من الأشخاص اللي جاملوا زمان، كنت أحاول أن أستهدف الإمارات وأقول أخواننا في السعودية على أساس نحفز، أنا كنت أعلم أن السعودية خصما، كنت أقول ربما نحفز هذه الدولة على أن تنفصل، لكن الآن أقولها بوضوح، لا فرق بين الإمارات والسعودية، ولا لكن هناك من لا يزال يعول على السعودية. لكن لو تسألت، تفضل، أنت قلتي هناك من يعول، لا، هناك من يستلم من السعودية وعليه أن يعول، نحن هذا الفرق. نعم. علينا هذا الفرق، يعني الذي يستلم يعول، الذي يستلم ومرتباته من السعودية والإمارات عليه أن يجامل، الشعب اليمني يموت، وطننا يغتال، بالتالي هل نحن نقوم بمقايضة بين مصالحنا الوطنية وبين مرتباتنا الشخصية؟ أنا أقول أن علينا الحوثيين الانقلابيين ولا فرق، والله دون الحديث مبالغ فيه، لا فرق بين الحوثيين وبين التحالف الثنائي الإماراتي، الكل استهدف جمهوريتنا، الكل استهدف طلع الشعب اليمني، بالتالي علينا أن نجد نخبة وطنية تقوم على التخلص من الحوثيين وإلغاء هذا التحالف الثنائي الإماراتي السعودي. نعم. الذين أكثر وبالا علينا، وعلينا الوضوح، أنا لو سمحت أوضح، أقولها بوضوح وأكرر ولك الحديث، سوقطرة شبوة هي المحصلة، وتدمير عدن كان تمهيد لهذه اللحظة. نعم، إذن دكتور اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد الخضر الزامكي، قيادي في المقاومة الجنوبية. مساء الخير أستاذ خضر. مساء الخير أستاذ خضر. أهلا بك. أهلا بك. أتمنى عليك أن ترفع صوتك قليلا حتى نتمكن من سماعك جيدا. وأود منك التعليق على ما حدث من أو ما صرح به محافظ شبوة من أن الإمارات تقوم بدعم بعض الفصائل بالأموال لزعزعة أمن محافظة شبوة، وربما ما حدث في سقطرة خير دليل على ذلك. في البداية حتى ترحم على روح شهداء
الذي لم يستخدمه في المغرب من اللواء الرابع حماية راسية والذي وصل عزملاء 114 60 20 جريح من أبناء الجنوب وأبناء المغرب، وكما أتحب على الشهداء الأبطال الذين قادوا سقطوا في جبهتهم وصرواح بعد ما حصل من قتل وخيالهم بعض القيادات للأسف، وأن ما أقول هذا الكلام هو حقيقة وليس يعني تتمت. هذا واحد يعني يا أختي بالنسبة لما يحصل أنا أخذ أتوقع من العلامة الشرعية ومن الأخوة السياسيين والمحليين أن يتجهوا إلى ما يحصل في الشمال. ما يحصل في الشمال هو كارثة ما عندك الكلمة. إذا كان هناك 17 لواء أو 18 لواء 20 كتيبة، فبقدر كتيبة إذا لم تكون ميكانيكية إلى عالية 4 كتائب، فكيف إذا كانت ميكانيكية لواء ميكانيكي يدخل 5 كتائب، يعني قوام أكثر من 68 ألف مقاتل محسوبين على جبهتنا. لم نشاهد إلا أفراد وضعوهم في التباب واستعابت القيادات وتركتهم لمصيرهم. لم نشاهد الأسلحة اللي كانت موجودة منذ ظهرك عبد الباقي جلسان وعدة غافرة كتابة. نعم ناقشنا هذا الموضوع بعد الحادثة رحمة الله عليهم، وأود أن تعلق لي في موضوع هذه الحلقة وهو ما يحدث من تصريحات لمسؤولين في الدولة عما تحدثه الإمارات في شبوة وفي سقطرة وفي المناطق المحررة. بس أنا أعطي الكلام بقدمها نصر للموضوع. ما يحصل في سقطرة أو ما يحصل في المهرة فهو تخوف حقيقي، لأنه ما يحصل من البيع للمواقع وتسليم الواقع في المحافظات الشمالية يضع التحالف ويضع أبناء الجنوب ويضع كل يوم الشريف في شك أن يتم تسليمها. إذا كان تم تسليم مأرب والذي نعم الذي كانت على مربع حجر من صنعاء، فكيف لا نغلق؟ كيف لا نغلق؟ يجب التحالف أن يغلق، الجنوبيين أن يغلقوا من هذه التصرفات. يا أختي نقول لك هذه التصرفات اللي حصلت يمكن أن تتم في لحظة وساعة. أفكار شبوة، أفكار جزيرة سقطرة، أفكار المارة عبر البحر ودخول إيران ودخول ذا. فيجب أن يكون هناك هذه المحافظات والمدينة والمناطق في أيادي الدولة الجنوبية. يا أختي أصبح في شك كبير. طارق منجم والمعتبر منجم رحمة الله على عبد ربه الكدابي الذي حرم النهم واليوم لا أتكلم في خلال ساعات وليست أيام. وما يحدث فهو التأمين دخول الوجهة كل نظرنا وكل عملنا على ما يحصل في الشمال الشمال حتى وبعدين نتكلم على الجنوب. ما يبعدي أن نتكلم المناطق في الشمال والمحافظات ومديريات وإسلحة وجيوش، ونقول لماذا كتيبة أتبردت على السلطة الشرعية التي تتبع البلاد أو تتبع قيادة خائنة في سقطرة أو في جبور. نعم إذا شكرا جزيلا لك الخضر الزامكي القيادي في المقاومة الجنوبية، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك الدكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، يعني هؤلاء المسؤولين الذين يقومون بتصريحات ضد ما يحدث من قبل الإمارات أو السعودية بن عدي والميسري والجواني ورمزي محروس وغيرهم، يعني يذهبون للشكاية إلى هادي، وهادي لا يلقي بالا بهذه يعني التصريحات التي يقدمونها، وربما هو يشكل نقطة الضعف الحقيقة ويخذلهم حقيقة. يعني إذا كان يعني رئيس الدولة لم يستطع الانتصار لمن ينتمون لحكومته من مسؤولين من وزراء من محافظين، فإلى من يمكن أن يلجأ هؤلاء؟ السؤال في غاية العمق، ويعني أنا هذا السؤال في غاية الأهمية وهو سؤال آني وهام. الهدف من هذا من 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 عدم جعل عبد الرب منصور هادي يستجيب لهذه التساؤلات هو جعل هؤلاء المسؤولين يفقدون الثقة، إضافة إلى الشعب اليمني بالسلطة الشرعية التي هي أيضا خارج التغطية. بعنى إضعاف السلطة الشرعية حد أن
هؤلاء النخب وهؤلاء الشعب اليمني يفقدون، بمعنى أنه هذا الرئيس وجماعته فاقدة للاقتدار والفعل، وبالتالي عليكم العودة إلينا نحن، وبالتالي هذه الطريقة الوحيدة للوصول إلى أي حلول، ليس رئيس السلطة الشرعية وإنما المملكة العربية والسعودية والإمارات، وهذا نجح. العنصر الآخر اللي هو جماعات الحراكية في المناطق الجنوبية أيضا، هي يحاولون أن يجعلون أن المناطق الشمالية قد فشلت في استعادة صنعاء، وأنها غير قادرة على التحرير، وأنها فاسدة، وهذا يعطي للحراك الجنوبي زخم في أنه هو المفائز وهو القادر على التحرير، وأن هذه السلطة الشرطية عاجزة. بالتالي هناك عملية استراتيجية جعل أن المناطق الشمالية فاشلة في استعادة صنعاء، ونحن نعلم أنها غير فاشلة، وأن هناك من لم يمنح هذه القوات السلاح والأوامر بالتوجه نحو صنعاء، وكذلك هناك من أضعف هذه السلطة حتى لا تكون قادرة على الفعل، وهنا الحراك الجنوبي يتحرك بقوة لأنه هدف. بالتالي نحن الآن لعبة شطرنج في اليمن، هذا كله لعبة شطرنج، إضعاف وهز معنوية القوات في الشمال، جعل يعني أن الشمال كأنه عاجز عن القضاء على جماعة انقلابية، سلطة شرعية غير قادرة على إدارة الحياة اليومية. إذن عليكم ولا ليس لكم مفر إلا الإمارات والسعودية، هذا هو الهدف. وبالتالي في البداية قلت إذا استمرينا في هذه المغالطات أننا نناشد أخواننا في السعودية، نحن نرتكب كارثة، علينا ألا نناشد. ما هي مصلحة التحالف دكتور عبد الباقي، وخاصة السعودية التي بقت الآن في وجه المدفع، ما هي مصلحتها من عدم وجود الدولة، من هذا الشتات الذي تعيشه البلاد؟ ألا ينعكس ذلك سلبا عليها أولا؟ لا ينعكس عليها سلبا، يذهب الشعب اليمني للجحيم، هذا منذ أن قامت ثورتنا في الجمهورية. السعودية تريد مشروع القرن أن يكون هنالك دولة في خلفيتها ضعيفة هشة غير جمهورية غير ديمقراطية، تريد أن يمر النفط من السعودية إلى بحر العرب، بحيث أنها في حال المواجهة مع إيران وإغلاق مضيق هرمز تكون هناك النفط الدفق الخارج، هذا عنصر رئيسي. الإمارات تريد السيطرة على مشروع ما يسمى موانئ دبي، وهذا مشروع توني بلير. بالتالي يعني الشعب اليمني يموت، يذهب للجحيم، ما الذي يقلقها؟ بالعكس، هناك بقاء اليمن ضعيف وهش، هذا هدف استراتيجي للسعودية. أنا لا أتكلم، بعض الناس قد يعتقد أني أتكلم بالسياسة أو أني لدي حقد أو لدي موقف إيديولوجي أو أنني أقف مع قطر أو مع لا، نحن نتحدث بموقف وطني. السعودية ليس من مصلحتها بقاء اليمن قوية، ليس من مصلحتها، هي تريد هذا ما يسمى يعني مشروع الملك سلمان، اللي هو إمداد هذا الأنبوب ل 900 كيلومتر من السعودية، ويمر في شبوة ويمد العالم بالنفط، وبالتالي تستفيد. الإمارات تريد الاستفادة، اليمن قوية ومتماسكة، يعني السعودية دولة ضعيفة. بالتالي هم يعتقدون، ودعني حتى لا يقول أنني أبالغ، يعتقدون أن الحوثيين هم ملكيين الستينات، بالتالي يدخلون في محاورات وحوار سري، بمعنى أنهم سيسيطرون على الإماميين بدعم المال وإكساب المشايخ. أنا أقول لهذه السعودية التي لا أسميها ولا أناشدها، لا أناشد كما كنت في السابق أقول لعلي أن السعود، لا، هم يدركون وهم يستوعبون ولديهم عقول، هم يعتقدون أن الحوثيين هم ملكيين الستينات، بمعنى أنهم سيشتروهم بالمال. لا، ولن تستطيع القبائل في مناطق شمال الشمال شراءها. الحوثيين مشروع إيراني
مشروع عقائدي يتجاوز، أقولها يتجاوز الوطني، يتجاوز القوم العربي، يتجاوز الإسلامي، نحو ولاية الفقيه. لا يمكن تعبية الجماعات الحوثية وطنيا بمعنى يمنيا، لا يمكن تعبية الجماعات العقائدية الحوثية عربيا، ولا يمكن تعبيتها إسلاميا بمعنى نحن أمة إسلامية. هم فقط شيعة يتبعون إيران وولاية الفقيه ومركز القرار في إيران. وبالتالي السعودية الآن تحاور وتقدم تنازلات وفتح مطار صنعاء وإلى آخره، تعتقد، ولكن ألا ينعكس ذلك سلبا عليها أيضا دكتور اسمح لي، يعني أن يكون في جنوبها يعني مجموعة مختلفة عنها مذهبيا تراها كعدو، يعني إطارها مختلف كليا عما يعني تريده السعودية، ألا يشكل ذلك خطر أو قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، خاصة وأنها خبرت الحوثيين في أكثر من اتفاق وأكثر من عهود لا عهد لهم ولا ذمة؟ دعيني أتحدث معك بموقف سيكولوجي. هم يعتقدون أن هذا الشعب اليمني يمكن شراءه بالمال، هم بحاجة إلى المال، نستطيع إعطائهم هبات، هدايا، مصالح، كما اشتروا صالح وجماعة صالح، وقعوا جيزان عسير نجران بمبالغ، اشتروا حكومات سابقة. الحوثيين ليس وطنيين، حتى لا يفهم البعض أني أقول الحوثيين وطنيين لن يخضعوا للسعودية وبالتالي هؤلاء الحوثيين يعني يرجل. لا، الحوثيين مشروع عقائدي، يعني ليس وطنيين. لو كانوا وطنيين لا قبلوا بالحوار الوطني، لما قتلوا الشعب اليمني، لما جعلونا نتشرد في كل الدنيا. لا، الحوثيين أصبحوا الآن تحت الظرف عقائديين، بالتالي وهم فقدوا القدرة، أقولها بوضوح عبر قناتكم، فقدوا القدرة على أن يكون لديهم يعني إرادة ذاتية لصناعة القرار، القرار في بيروت وفي إيران. بالتالي الحوثيين لم يعودوا ملكيين الستينات ولم يعودوا زيدية، الحوثيين يتبعون ولاية الفقيه، سيخضعون لاستراتيجية إيران من حيث تفجير، من حيث علاقة إيران في المنطقة. وأنت تلاحظين عندما رفع علم حزب يعني أنصار الله أو الحوثيين خلف قائد القوات الجوية الإيرانية، بالتالي هؤلاء جماعة، وأقولها بوضوح، الحوثيين أو الجماعات الشيعية اليمنية بسيطة، الشعب اليمني بسيط، قبائلنا بسيطة، أخطر ما فيها هؤلاء الذين يدعون أنهم هاشميون، هؤلاء الذين يدعون هم الشعب اليمني بسيط. أنا لكن الآن الخطر دكتور منقسم، يعني هناك خطر الهاشمية وما تريده في الشمال، وخطر الانتقال وما يريده في الجنوب، يعني ربما كان اتفاق الرياض كالمخدر أو المسكن الذي يعني ضحك على الشرعية به. ما يحدث الآن في الجنوب من دعم لجماعات مسلحة، من انضمام بعض الكتائب، ألا يعد خرق لما تبقى من اتفاق الرياض إن صح لي قول ذلك؟ اتفاق الرياض كان منح شرعية للحراك الجنوبي، لأنه مسار السلام المسلمي، مسار السلام كان منح شرعية للحوثيين عندما تم وصف الحوثيين بأطراف النزاع مع السلطة الشرعية، وعندما نصف أطراف النزاع يعني أن الحوثيين والسلطة الشرعية هم طرف من أطراف النزاع. مبادرة الرياض منحت الشرعية للحراك الجنوبي باعتباره طرف من أطراف النزاع، بالتالي دعنا من المغالطات، عندما نريد أن نعالج علينا كشف الجروح، علينا أن نتحلى بالوضوح على الشعب اليمني، أن يتحلى بالوضوح، أن يبتعد عن الدبلوماسية. أنا أقولها، الذين يتحدثون دبلوماسية هؤلاء يستلمون مرتبات. الرياض والإمارات منحت شرعية في اتفاق الرياض للمجلس الانتقالي باعتباره فاعل غير الدولة، منحته سلطة، وهذا باتفاق مع الدول الكبرى. لأن لماذا جريفيتس يتحدث عن اتفاق ستوكهولم
لأنه يتحدث عن المناطق الشمالية. لماذا لا يعالج التسوية السياسية والسلام؟ ليس جزئي، السلام كلي. لا يمكن لي أن أتحدث عن سلام جزئي ولا يمكن إجراء تسويات جزئية. السلام يعني يشمل كل المجتمع. لماذا استوكهولم؟ استوكهولم تتوقف عند تعز بعبارة أن هناك اتفاقيات أخرى في المنطقة الجنوبية. هذا المغالطات، هذه المغالطات واتفاق الرياض، والآن وزير النقل يطالب بزيارة السعودية. لماذا يطالب بزيارة السعودية؟ لأنه كما قلت في قبل قليل يقول للنخب إنه اذهبوا شمالا اذهبوا جنوبا. عبد الرب منصور، نحن من يمنحكم المال، نحن من يمنحكم المرتبات، نمنحكم الفيز، نمنحكم السلطات، نمنحكم المال لشراء الشقق في الخارج. هذه رسالات الإمارات السعودية، لأن السلطة الشرعية لو كانت سلطة حقيقية لما جففت موارد تمويلها بحيث أنها لا تدير الحياة اليومية. أنا تحدثت قبل 3 سنوات أو 4 سنوات من قناتكم، قلت أنه لا يمكن لسلطة شرعية ألا تدير الحياة اليومية للمواطنين. نعم. كيف لي أن أكون إذن دكتور في ظل هذه السلطة الشرعية كيف يمكن لليمنيين، أو هل هناك دور ممكن لليمنيين كقوة سياسية واجتماعية القيام به لإنقاذ البلد التي يراد لها التقسيم والتفتيت بهذا الشكل؟ أعتقد أن أول خطوة مهمة هو أن علينا أن نتميز أو أن نكون واضحين، وعلينا ألا نتحدث كما كنا في السابق بأن نحن ما زلنا نؤمل على المملكة العربية السعودية والأشقاء بالسعودية لا يدركون أن الإمارات. وأنا كما أخبرتك في السابق تحدثت وكنت أغازل السعودية لعل وعسى، وهذا ليس عيب لأني كنت ألعب سياسة بمعنى ربما أوقذ هذه الدولة. لكن علينا على النخب الوطنية في الداخل اليمني أن تعتمد على ذاتها. نحن فقدنا وقت طويل، فقدنا 5 سنوات ليس من عمر الشخص، 5 سنوات من عمر الشخص قليلة، 5 سنوات من عمر الوطن كبيرة. بالتالي عندما ما زلنا حتى الآن نتحدث إنه كيف يمكن التحرك من الداخل، حركة وطنية يمنية لها حتى لو كانت فاقبة السلاح. يعني الجزائر عندما تحررت من فرنسا لو قاموا بعملية عقلانية إنه الفرنسيين لديهم سلاح لديهم قوة نحن فاقدين، لما حرروا الجزائر. اليمنيين إذا فكروا إنه السعودية والأموال، يعني علينا أن ننطلق من قواتنا الذاتية كنخب كجماعات في الداخل كأحزاب سياسية، وعلى الأحزاب السياسية في فنادق الرياض أن تعود إلى الداخل اليمني أو إلى بلدان أخرى. أنا أقولها بوضوح وأتحمل هذه المسؤولية. لن يعني الذي يتحدث الآن وما زال يراهن على أن أشقائنا في السعودية هو لا فرق بينه وبين الحوثي، لا فرق بينه وبين يطعن الشعب اليمني، لا يمكن. يا سيدتي، بعد 5 سنوات ونحن نشاهد ماذا يحدث، هل ما زلنا نتحدث عن أن السعودية شقيقة وأنها جاءت لإنقاذنا؟ أي جنون هذا؟ نعم دكتور، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى نهاية الوقت من هذه الحلقة من المساء اليمنية. الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من هولندا. شكرا مرة أخرى، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.